هل يجوز اشتراط النفع في باقي المعاملات كالهبة والوصية وغيرها؟ اشتراط ايش؟ النفع اللي ما ينفع وش يضربه؟ وشلون تهديه وهو ما ينفع؟ ما فيه نفع، هذا عبث. لا بد من شيء ينتفع به، ينتفع به. أما الشيء اللي ما ينتفع به هذا لا تتصدق به ولا تهديه ولا تبيعه، ما يجوز بيعه لأنه ما فيه فائدة. نعم.